فاروق، كل نجوم الاستوديو التحليلي، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن ربيع ياسين، كابتن عادل عبد الرحمن، كل مشاهدينا متابعي قناه الاهلي في كل مكان. اجواء خاصه هنا باستاد القاهره، القمه 116، الاهلي والزمالك. بنتمنى كالعاده زي ما بنقول كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. معايا في هذه اللحظات يمكن بالصدفه طبعا الكابتن احمد الشيخ، احد نجوم نادي الاتفاق السعودي وايضا احد نجوم فريق النادي الاهلي. برحب بيك في البدايه، وبنبقى سعداء بصراحه كابتن احمد ان احنا بنشوفك، ان شاء الله تكون موفق خلال فتره احتراف الفتره الماضيه وايضا كمان خلال الفتره اللي جايه. قول لي النهارده حضورك مباراه الاهلي والزمالك، كيف ترى هذه المباراه من وجهه نظرك الكبيره يا كابتن احمد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي ليك طبعا، تحياتي للكابتن محمد فاروق والكباتن مصر في الاستوديو. اكيد طبعا في شك، انا واحد من ابناء النادي الاهلي، ووجودي النهارده يعني حاجه طبيعيه جدا ان انا اساند زمايلي. هو الحمد لله الدوري اتحسم، ولكن طبعا مباراه بتبقى ليها طابع خاص بعيد عن الدوري خالص، فاتمنى ان شاء الله الفوز للنادي الاهلي باذن الله. بتشوف النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت ازاي حسم الدوري قبل انتهائه بشكل رسمي؟ ده مجهود كبير للعيبه، للجهاز الفني، وفي اصرار كبير كمان يا كابتن احمد ان احنا نحطم الارقام القياسيه بعيدا كمان عن حسم الدوري. بتشوف الاصرار ده ازاي مع لعيبه النادي الاهلي؟ اكيد طبعا، طول يعني طول حياتنا الواحد بيشوف النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي على طول، اي مباراه لي للنادي بتاخدها بشكل جد جدا، حتى لو مباراه وديه. فكون ان احنا اللعيبه تقدر ان هي تحسم البطوله من قبل ما ينتهي الدوري، دي طبعا حاجه كبيره جدا وحاجه مشرفه، ويشكروا عليها بصراحه مع الجهاز الفني والناس كلها تعبت عشان كده، ربنا وفقهم. وطبعا بتبقى حاجه كويسه لبعض اللعيبه برده اللي ما بتشاركش بشكل مستمر، ان هي تاخد يعني يقدروا الجهاز الفني يقدر ان هم يديهم فرص كبيره واكتر وقت ممكن. اعتقد تبقى حاجه كويسه، واتمنى طبعا النادي الاهلي طول ما بنلعب ماتشات وطول ما بيلعب بطولات ان هو يحقق انجازات دايما. يعني رغم قله الفتره الاحتراف، لكن كان اداء مميز كالعاده والتركيز الكبير من كابتن احمد الشيخ. بتشوف ابرز الاستفادات اللي استفادها كابتن احمد على المستوى الشخصي ايه خلال الفتره اللي فاتت من فتره الاحتراف يا كابتن احمد؟ والله بحمد ربنا طبعا الفتره دي، والحمد لله الواحد يعني الى حد كبير يعني تجربه ناجحه الحمد لله. عملنا ظهرنا بشكل كويس جدا، قدرنا احنا نشرف النادي الاهلي، ان احنا طالعين من نادي كبير، اسم النادي الاهلي طبعا لازم نليق بالنادي اللي احنا جايين منه. طبعا وجودنا في نادي الاتفاق برضو نادي كبير ونادي محترم، الحمد لله ربنا وفقنا في التجربه وقدرنا ان احنا نظهر معاهم بشكل كويس. كان معايا حظي، كان معايا حسين السيد، فده يعني ادانا حافز وادانا تركيز اكتر ان احنا نعمل حاجه لنفسنا وللناس هناك، والحمد لله قدرنا بعد توفيق ربنا ان احنا نحقق مركز رابع. يعني كان طموح الناس هناك ان احنا نقعد في الدوري، كان النادي بيمر بظروف صعبه، لكن الحمد لله يا ربنا وفقنا وقدرنا ان احنا ناخد مركز رابع في دوري قوي، اعتقد من اقوى الدوريات في العرب وفي اسيا. اخيرا هاخدك بعيد شويه، تقولي الكابتن الكبير الكابتن حسام غالي كابتانه على قرار الاعتزال، وحابب تقولي في رسالتك للكابتن حسام غالي على الفتره الماضيه الكبيره اللي ادى فيها كل عطاء للنادي الاهلي. اكيد طبعا حزين جدا، نجم زي ده ولعيب كبير وقيمه كبيره زي الكابتن حسام غالي ان هو ما يكونش موجود في الملاعب، اكيد طبعا خساره كبيره لينا. يعني انا حضرته في اول ما جيت النادي الاهلي، انسان محترم جدا، شخصيه يعني قياديه فعلا زي ما بيقولوا. اتمنى له طبعا التوفيق، وان شاء الله يعني باذن الله بعد ما يعتزل يكون في كاركتر افضل، وان شاء الله اتمنى له التوفيق في اي مكان يعني ان شاء الله. حبيب كل الشكر والتقدير للكابتن احمد الشيخ، احد نجوم فريق النادي الاهلي وايضا كمان العائد من الاحتراف بنادي الاتفاق السعودي. الحب يا كابتن فاروق بيخلي الكابتن احمد الشيخ واحد من نجوم النادي الاهلي يكون متواجد النهارده في مقصوره الصحفيين. انا عايز اكد ان هو متواجد في المقصوره الرئيسيه للصحفيين وليس للجانب الاخر، للمقصوره الرئيسيه. حب كبير للكابتن احمد الشيخ، وده اللي احنا عارفينه عن كل نجوم النادي الاهلي. بنتمنى له كل التوفيق خلال الفتره القادمه. مستمرين معاك يا كابتن فاروق، كل مشاهدينا ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. اجواء خاصه هنا من استاد القاهرة، والقمة 116 للأهلي والزمالك.